مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب كنتواجدوا في ضواحي دار بوعزة في احدى الاسواق الاسبوعيه اللي هو لربعة ولا تجرار. غنسولوا الناس على السماوه لربعة ولا تجرار، لا بغيتوا تعرفوا علاش اجيو معنا. شريف بخير. الله يبارك فيك. ناشط ناشط. الحمد لله. جاي تسوق اليوم؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغينا نسولوك على السماوه ولا ربعات ولا تجرار. اخويا السماوه ولا ربعات ولا تجرار، لا القبيله، القبيله كتسمى ولا تجرار. احنا من النهار عقلنا عليها كنسمعوا لها ربعات ولا تجرار، بقات لها ربعات ولا تجرار. حيت دابا الجرار، عرفتي الجرار شناهو؟ واه. هو التراكتور. اه. زعما ما يكون السماوه يعني حيت شي واحد كان عنده اللي كان عنده تراكتور في هذه القبيله كامله السماوه ولا ربعات ولا تجرار. ما نقدرش نقول لك، المهم حنا الوقت اللي عرفنا عرفنا لا ربعات ولا تجرار. معروفة في القبيلة لا ربعات ولا تجرار. يعني القبيلة سميتها لا ربعات ولا تجرار. ولا تجرار. ولا تجرار. ولا تجرار الشاوية. تحياتي. كانت هي أصلا هذه ولا تجرار. أصلها. أصلها يعني شي قبيلة هذه. القبيلة هذيك يقولوا ولا تجرار. ولكن هي كان شادها جاكي. كولا. جاكي هو المؤسس ديال السوق. هو نصراني. اه. هو اللي أسس الأولى. السوق الأول. الأول. فين كان السوق الأول؟ الجماعة. ديال دار بوعزة. دار بوعزة. وتحول دابا هنا حولوه هنا هذاك التمنات هذا حولوه هنا دابا تا هذا غيحولوه حتى هي غيحولوه فين غيحولوه في فوق حي الصناعي حي الصناعي ما تبقاش هنا غيبقاو يحولوه فيه ايوا ملي كتشر كيحولوه ما غتبقاش لا ربع غيولي خميس جمعه السبت اللي عنده كيحولوه فيه يقدر يحولوه بصح انا تحياتي شريف بخير الله يخليك على خير جاي تسوق لي اليوم ولا ربع ان شاء الله ان شاء الله بغينا نسولوك على السماوه ولا ربعات ولا تجرار السماء ولا ربعات ولا جرار هي في ولاد جرار حيت هي في ولاد جرار هي كاينه في ولاد جرار واش شي قبيله هذه شي قبيله ولا جرار قبيله ولا جرار هي من ولاد جرار من الفوق ولكن كاين دواور كاين قبائل كاين كله هنا دار بوعزة حلالفة ولاد جرار هي من الفوق كتسمى ولاد جرار ولاد جرار ولاد جرار يعني انت قديم يعني من السكان ديال هذه القبيله ياك ايه شكون اللي اسس هذا السوق هذا؟ هذا قصته هذا نقول هذا الارض اللي كان هنا كان اجنبي جاكي جاكي فرنسي هذا فرنسي كان هاد البلاد هنا هاد البلاد كل شيء فيها شي 1000 قطار ولا شي حاجه هو اللي اسس هذا السوق كان داروا الخميس وما خدمت الخميس الخميس كاين في بير جديد داروا خميس في بير جديد بير جديد اه وحيدوا بير جديد الخميس من هنا وداروا الاربعه داروا الاربعه ولا تجرار داروا الاربعه داروا السوق هاك الساعه هو اللي اسس السوق جاب شي اسس السوق تعرفوا من فوق اسس السوق شويه بشويه بدا تكون سوق تولى سوق اسبوعي ماشي كان هنا راه السوق راه هو في السوق الاول ما كانش هو هذا السوق الاول دابا حولوه هذا السوق الثاني دابا السوق الثاني هذا هو كي دايره الشريفه بخير؟ الله يطول لي عمرك كاين شي رواج كاين شي بيع وشرى؟ الله يجعل البركه الحمد لله الحمد لله بغينا نسولوك على السما وهاد السوق لا ربعات ولا تجرار فيها ما عرفتش شي 21 قبيله ولا 33 قبيله هذه ديال ولاد جرار من راس للراس يعني قبيله ولاد جرار؟ قبيله ولاد جرار وهاد السوق هذا يعني كان رسمي هنا ولا؟ لا كان فيه لا ربعه ديال ولاد جرار اللي هي في الاربعه ديال هذا ديال دار بوعزة دار بوعزة وجابوه هنا ولاو دار ولاد جرار لا ربعات ولاد جرار لا ربعات ولاد جرار لا ربعات ولاد جرار لا ربعات ولاد جرار يعني كيتنسب للقبيله القبيله كلها ديال ولاد جرار ديال ولاد جرار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الشريف الله يعاون اللهم امين الله يعاون المعلم اللهم امين يا رب العالمين قول لي يا الشريف على السماوه هذا السوق لا ربعات ولاد جرار لا ربعات ولاد جرار حيت قبيله ديال ولاد جرار قبيلة ديال ولاد جرار قبيلة ولاد جرار هادشي علاش سما ولا ربعات ولاد جرار سما على ربعات ولاد جرار حيت سمعنا ان كاين شي واحد ان اللي عنده الجرار والتراكتور كان عنده تراكتور كيكري العباد الله ويسلفو ويعطي العباد الله على السما ولا ربعات ولاد جرار لا ربعات ولاد جرار تسمات على القبيلة على القبيلة على القبيلة ولاد جرار دار بوعزة ولاد جرار